بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حصة اليوم موجهة لتلميذات وتلاميذ السنة الأولى إعدادي، مادة الفيزياء والكيمياء. عنوان الدرس هو التيار الكهربائي المستمر، Le courant électrique continu. إذن قبل بداية هذا الدرس لا بد من التذكير ببعض المفاهيم الأساسية التي تم التطرق إليها في دروس الكهرباء السابقة. أول شيء سنذكر بالرموز الاصطلاحية لبعض ثنائيات القطب، كمثال العمود، تمثيله الرمزي هو بهكذا شكل، قطب موجب وقطب سالب. ثم المصباح، هذا هو تمثيله الرمزي، قاطع تيار يمكن أن يمثل بطريقتين مختلفتين، قاطع تيار مفتوح ثم قاطع تيار مغلق، سلك موصل عبارة عن خط مستقيم، وأخيرا المحرك الكهربائي، دائرة تضم الحرف M نسبة إلى موتور إلكتريك. إذن هذه الرموز سنحتاجها لتذكير كذلك بطريقة تمثيل الدارات الكهربائية البسيطة. لتمثيل الدارة الكهربائية البسيطة نذكر بأننا نستعمل الرموز الاصطلاحية للأجهزة التي تحتوي عليها هذه الدارة. فمثلا إلى يساري أو على اليسار يوجد تركيب تجريبي بسيط، مصباح، قاطع تيار مغلق، وعمود. طبعا المصباح مضيء لأن الدارة الكهربائية مغلقة، في حين أن التركيب الموجود في الصورة على اليسار هو نفس تركيب تجريبي السابق، لكن هذه المرة قاطع التيار مفتوح وبالتالي مصباح لا يضيء. نذكر كذلك بأنواع التراكيب الكهربائية، وهي نوعان: تركيب على التوالي اسمه يدل عليه، فيه تكون الأجهزة مركبة على التوالي، أي جهاز يلي جهاز آخر، أي جهاز تلو جهاز. ثم تركيب على التوازي، وفيه كالمثال الموجود أمامنا هنا في على اليمين أن المصباح L2 مركب على التوازي مع المصباح L1، أي مركب بين مربطيه، ونفس الشيء L1 وL2 على التوازي مع العمود. إذن هذا تركيب على التوازي وهذا تركيب على التوالي. الآن نمر إلى درس اليوم الذي يتضمن 4 محاور. سنتعرف على مصادر التيار الكهربائي المستمر الذي نسميه تيار كهربائي مستمر، ثم المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر في دارة كهربائية ما، ثم مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر، وأخيرا سنختم بقياس شدة التيار الكهربائي المستمر. إذن بداية ببعض مصادر التيار الكهربائي المستمر. لاحظوا معي في هذه الصورة، هنا صورة لبطارية سيارة. لاحظوا هذه البطارية تضم قطبين مختلفين، أو بها قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب، الإشارة موجبة والإشارة سالبة. نفس الشيء بالنسبة للبطارية المسطحة، بها قطبين مختلفين موجب وسالب. كذلك هذا النوع من البطاريات، وهو بطارية على شكل زر، لها وجهان، وجه مستقطب، لها وجهان مستقطبان يعني مختلفين، وجه يمثل القطب الموجب، وفي الأسفل هذا هو القطب السالب، هذا يمثل القطب السالب. في أسفل هذه الصورة هناك عمود 1.5 فولت، هو كذلك مستقطب، لديه قطبان، قطب موجب وقطب سالب، وأخيرا مولدين من المولدات التي تتواجد في مختبر مادة الفيزياء والكيمياء. لاحظوا معي هذا المولد الأسود هو له كذلك قطبين موجب وسالب، الموجب باللون الأحمر والسالب هنا باللون الأسود. نفس الشيء بالنسبة لهذا المولد متعدد الاستعمالات، فيه مكان خاص حيث يوجد قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب أحمر وأسود كذلك. إذن هذه الأجهزة هي عبارة عن مصادر للتيار الكهربائي المستمر. إذن ما يميزها، ما يجمعها، النقطة المشتركة لدي كل هذه الأجهزة هي أنها مستقطبة، أي تضم قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. إذن كخلاصة لفقرة الأولى، مصادر التيار الكهربائي المستمر
هي كل المولدات التي تضم قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب، هي ثنائية قطب لكل منها قطبين مختلفين، قطب سالب وقطب موجب. التيار الكهربائي يشار إليه في الأجهزة ببعض الرموز، من ضمن هذه الرموز نجد علامة يساوي. علامة يساوي إن وجدت على مولد معناته أن هذا المولد بإمكانه إعطاء تيار كهربائي مستمر. ونجد كذلك بدلا من علامة يساوي الحرفين ديسي. ديسي هي اختصار لكلمة باللغة الإنجليزية تعني direct current، أي le courant direct. أو كذلك قد نجد الرمز الحرفين سي إلى جانبها سي آخر، سي سي تعني le courant continu أي التيار المستمر. إذن هذه هي خلاصة الفقرة الأولى. الآن سنمر إلى منح التيار الكهربائي المستمر في دارة كهربائية ما. وكبداية نطرح هذا السؤال الإشكالي. لدينا هنا في هذه الصورة لعبة، وهي عبارة عن سيارة كهربائية تشتغل ببطارية، أي البطارية تزودها بتيار كهربائي مستمر، بطارية معروفة، البطاريات العادية. هذا التيار الكهربائي المستمر الذي يغذي دارتها بإمكانه أو يخول لها أن تتحرك نحو الأمام وأن تتحرك كذلك نحو الخلف. إذن كيف يمكن لنا أن نفسر حركة هذه السيارة؟ بإمكانها التقدم إلى الأمام وبإمكانها الرجوع إلى الخلف. للإجابة على هذا التساؤل كما قلنا سننجز المحاكاة التالية. لدينا هنا تجربة، الدارة الكهربائية مكونة من بطارية، قطبين الموجب والسالب، مرتبط القطب الموجب مرتبط بقاطع تيار، ثم محرك، المحرك يضم بقعة سوداء لمعرفة منحى دورانه ولتحديد منحى دورانه، ثم من المحرك نحو المصباح، ثم من المصباح نحو البطارية. هذه الدارة الكهربائية دارة كهرباء بسيطة، ثم إلى جانبها يوجد زر لعكس ربط البطارية في الدارة الكهربائية. عندما نضغط على هذا الزر فإن القطب الموجب سيصبح في الأسفل والقطب السالب سيصبح في الأعلى. إذن على بركة الله سنقوم بغلق هذه الدارة بالضغط على قاطع، بغلق قاطع التيار. إذن لاحظوا معي المصباح يشتعل دلالة على مرور تيار كهربائي، في نفس الوقت المحرك يدور والبقعة تشير إلى أن المحرك قرصه يدور في المنحى المعاكس لمنحى دوران عقارب الساعة. الآن سنقوم بعكس ربط البطارية، لاحظوا الموجب في الأعلى والسالب في الأسفل. إذن سنضغط على هذا الزر لكي نعكس، لاحظوا أصبح الموجب نحو الأسفل في الأسفل والسالب نحو الأعلى. في نفس الوقت الإضاءة لم تتغير، إنما الذي تغير هو منحى دوران القرص، أصبح القرص يدور في منحى دوران عقارب الساعة. إذن ماذا يمكن لنا أن نستنتج من هذه التجربة أو من هذه المحاكاة؟ نستنتج من خلال التجربة السابقة أن للتيار الكهربائي منحى محدد. التجربة موجودة أمامنا، التجربة الحقيقية هي نفس تجربة المحاكاة التي رأيناها منذ قليل. للتوضيح أكثر لاحظوا معي على يسار الصورة، في هذه الصورة الموجودة في اليسار، هناك تركيب تجريبي، مولد، قاطع تيار، محرك. وهذه الصورة الموجودة في الأعلى توضح منحى دوران قرص المحرك الكهربائي. إذن في هكذا تركيب يدور في هذا المنحى، منحى معاكس لدوران عقارب الساعة. في الصورة الموجودة على اليمين هو نفس التركيب التجريبي، مع أننا قمنا بعكس ربط قطبي المولد. لاحظوا السلك الأحمر أصبح الآن مرتبط بالقطب السالب بعدما كان هنا مرتبطا بالقطب الموجب. إذن نتيجة هذه التجربة هي أن القرص سيدور في هذه الحالة في منحى دوران عقارب الساعة، أي في المنحى المعاكس للمنحى الدوران السابق. إذن الاستنتاج النهائي هو أن التيار يملك منحا محدد. إذن كيف سنتعرف على هذا المنحى؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه فيما سيأتي من هذا الدرس. إذن لكي نعرف منحى التيار الكهربائي المستمر
وجب علينا استخدام مركبة كهربائية جديدة. هذه المركبة هي الموجودة أمامنا في الصورة وتسمى الصمام الثنائي لديود، باللغة الفرنسية نسميها لديود. صمام ثنائي هي مركبة كهربائية عبارة عن أسطوانة سوداء اللون تملك قطبين ثنائي قطب. لاحظوا معي أن أحد الأقطاب مميز بوجود حلقة فضية بجانبه. هذا القطب اللي موجود على اليمين، لاحظوا هو القطب المحادي للحلقة الفضية الموجودة على هذه الأسطوانة السوداء. إذن ما حاجتنا بهذه القطعة؟ قلنا منذ قليل أنها ستمكننا من معرفة المنحة. إذن علينا التعرف أولا على كيفية اشتغالها في الدارات الكهربائية. قبل ذلك لنتعرف على الرمز الاصطلاحي، كيف نمثلها في الدارات الكهربائية. صمام ثنائي يمثل بهذا الرمز الاصطلاحي، عبارة عن متلت وخط رأسي صغير. هذا الخط يوافق الأسطوانة، أو عفوا يوافق الحلقة الفضية الموجودة على الأسطوانة. لكي نوضح ذلك أكثر، لاحظوا السهم الأحمر يبين لنا جيدا أن الحلقة، أي القطب الذي يجاور الحلقة الفضية، هو الذي نرسمه في تمثيل أو في الرمز الاصطلاحي نمثله بخط رأسي. طيب كيف تشتغل هذه القطعة؟ هذا مهم جدا. يجب أن نعلم أن هذه القطعة الكهربائية أو هذه المركبة الكهربائية تسمح بمرور التيار في منحى معين ولا تسمح بمروره في المنحى المعاكس. بمعنى أنه إذا ركبت في دارة كهربائية بحيث يأتي التيار من هذا في هذا المنحى، أي يأتي من جهة المتلت ويخرج من جهة الخط الرأسي، أي من جهة الحلقة بالنسبة للجهاز، ففي هذه الحالة الصمام الثنائي يترك التيار يمر ويسمح بمرور التيار. نقول أنه مركب في هذه الحالة، مركب في المنحى المباشر أو في المنحى المار. إذا ركب الصمام الكهربائي أو الصمام الثنائي في دارة كهربائية بحيث يكون تركيبه في التركيب في المنحى المار أو المنحى المباشر، فإن الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي. نوضح ذلك أكثر بهذه الأسهم. لاحظوا عندما يأتي التيار من اليسار إلى اليمين، أي يبدأ بقاعدة المتلت ويخرج من الخط الرأسي، فإن الصمام يكون في هذه الحالة ممررا، في حين إذا تم تركيبه في دارة كهربائية بحيث يأتيه التيار أولا من جهة هذا الخط، من جهة الأسطوانة أي الخط الرأسي، ففي هذه الحالة نقول أن الصمام مركب في الدارة الكهربائية في المنحى المعاكس، وفي هذه الحالة لن يسمح بمرور التيار الكهربائي. لاحظوا معي الأسهم التي تجسد التيار الكهربائي القادم من هذا المنحى أو في هذا المنحى لن يمر، وفي هذه الحالة نقول أن الصمام الثنائي مركب في الدارة في المنحى المعاكس، ويمكن أن نقول بأنه في هذه الحالة إذا ما ركب في المنحى المعاكس يتصرف مثل قاطع تيار مفتوح. إذا لم يمر التيار في الدارة معناته وكأن الدارة مفتوحة، إذن هو يتصرف مثل قاطع تيار. خلاصة، إذا ركب الصمام الثنائي الكهربائي في دارة كهربائية في المنحى المباشر فإنه يسمح بمرور التيار، وإذا ركب في المنحى المعاكس فإنه لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. هذا سيمكننا من معرفة منحى التيار في الكهربائي في دارة ما إذا ما أضفنا إليها هذه القطعة الكهربائية. إذن سنعتمد على هذا المبدأ، مبدأ اشتغال الصمام الثنائي، لكي نعرف منحى التيار الكهربائي في دارة كهربائية. إن مر التيار معناته أن الصمام مركب في المنحى المباشر في المنحى المار، أي أن التيار يأتيه من بداية المتلت ويخرج من الخط. إن كان التيار لا يمر في الدارة معناته أن الصمام مركب في المنحى المعاكس كما هو أمامنا الآن في الصورة. للتوضيح أكثر نمر إلى هذين التركيبين. لاحظوا معي، التركيب الأول مكون من مولد وصمام ثنائي ومصباح، طبعا قاطع تيار مغلق
لاحظوا المصباح لا يضيء معناته أن التيار لا يمر. إذن ماذا يمكن أن نقول في هذه الحالة؟ في حين في التركيب الثاني نفس التركيب على فكرة، إنما هنا الصمام تم قلبه أو عكس ربط قطبيه. لاحظوا هنا هناك الخط الرأسي على اليسار، في حين في التركيب هذا الخط الرأسي موجود على اليمين. في هذه الدارة أي التركيب الثاني المصباح يضيء معناته التيار الكهربائي هنا يمر. إذن باعتماد مبدأ اشتغال الصمام الثنائي الذي رأيناه منذ قليل، يمكن لي أن أعرف منح التيار في كلتا الدارتين. إذن كيف ذلك في نظركم؟ ما هو منح التيار؟ إذن لكي نوضح ذلك سنمر لهذا التركيب. التركيب الأول المصباح لا يضيء معناته التيار لا يمر، معناته أن الصمام الثنائي مركب في المنحى المعاكس. إذن التيار يأتي في هذا المنحى الذي تجسده الأسهم الحمراء، معناته يخرج من القطب الموجب. إذن نفس المبدأ سنطبقه على التركيب الثاني. التركيب الثاني قلنا بأن المصباح يضيء، تذكروا معي جيدا كما رأينا سابقا. إذن في هذه الحالة الصمام مركب في المنحى المباشر والتيار يخرج من القطب الموجب ويدخل مع الصمام دون إشكال، لأن في هذه الحالة الصمام سيكون ممررا أي مركب في المنحى المباشر. إذن كخلاصة من هذين التركيبين وباعتماد مبدأ اشتغال الصمام الثنائي، يمكن لنا الآن أن نعرف منحى التيار الكهربائي المستمر في دارة كهربائية. ما هو هذا المنحى؟ طبعا هو الذي يخرج من القطب الموجب للمولد ويعود إلى القطب السالب. خلاصة منحى التيار الكهربائي في دارة كهربائية هو من القطب الموجب دائما إلى القطب السالب، طبعا في الدارة الكهربائية أي خارج المولد وليس داخل المولد، خارج المولد وفي الدارة الكهربائية الموجودة أمامنا وفي كل الدوائر الكهربائية. التيار الكهربائي المستمر يخرج من القطب، منحاه الاصطلاحي هو من القطب الموجب نحو القطب السالب. إذن بعدما تعرفنا على منحى التيار الكهربائي المستمر في دارة كهربائية سنمر الآن إلى فقرة شدة التيار الكهربائي. طيب لكي نعرف مفهوم شدة التيار الكهربائي سننتج التجربتين الآتيتين أو التركيبين التجريبيين الآتيين. على اليمين هناك دارة كهربائية بسيطة، مولد جي 2 قاطع تيار، مصباح سميناه L1، ثم الدارة مغلقة. طبعا إضاءة المصباح، الصورة هنا مكبرة تبين لي إضاءة المصباح. على اليسار نفس التركيب التجريبي، الشيء الذي تغير هو أننا استبدلنا المولد G1 بمولد ثاني G2، إنما لدينا نفس المصباح L1. لاحظوا معي إضاءة المصباح في التركيب الذي يتوفر على المولد G1. يمكن أن نستخلص مباشرة من خلال الملاحظة المباشرة أن إضاءة المصباح في التركيب الذي يتوفر على المولد G1 هي أكبر من إضاءة المصباح، أو أن المصباح في التركيب الذي يتوفر على المولد G1 هو أكثر إضاءة من المصباح الموجود في التركيب الذي يتوفر على المولد G2. وبما أن الإضاءة المصباح مرتبطة بالتيار الكهربائي الذي يمر في الدارة الكهربائية، يمكن لي أن أقول أو يمكن لنا أن نقول أن التيار الكهربائي في التركيب ذو المولد G1 أكبر شدة من التيار الذي يمر في التركيب الذي يتوفر على المولد G2. إذن الشدة هي خاصية للتيار الكهربائي وهي مقدار فيزيائي نرمز إليه بالحرف E نسبة إلى اسمها باللغة الفرنسية Intensité du courant électrique، تبدأ بالحرف E، لهذا نرمز لها بالحرف E كبيرة E ماجيسكيل. وحدة قياسها في النظام العالمي لوحدات القياس هي الأمبير نسبة إلى العالم أمبير، ورمز هذه الوحدة هو A كبيرة Grand. من أجزاء هذه الوحدة نذكر الأكثر استخداما الميلي أمبير، 1 ميلي أمبير يكتب M صغيرة A كبيرة. ميلي هي كلمة تطلق على الجزء من الألف، يعني 1 من الألف هي 10 أس ناقص 3 أمبير أي 1 على 1000،
10 أس ناقص 3 أمبير أو 0.001 أمبير. هناك كذلك من الأجزاء الميكرو أمبير، هذا الحرف يقرأ مي، إي مع خط في الأسفل، هذا حرف لاتيني يقرأ مي. إذن ميكرو أمبير هو جزء من مليون من أمبير، يعني هو 10 أس ناقص 6 أمبير، 10 أس ناقص 6 أمبير. المضاعفات نذكر الكيلو أمبير، 1 كيلو أمبير هو 1000 أمبير، هي 10 أس 3 أمبير. كلمة كيلو أصلا تطلق على المقطع، 1000 كيلو متر، 1000 متر، كيلو جرام، 1000 جرام، كيلو أمبير 1000 أمبير. إذن بعدما تعرفنا على مفهوم الشدة، هي خاصية من خاصية شدة التيار، الكهربائي المستمر والتي نرمز لها بإي، سنمر الآن إلى كيفية قياس شدة التيار الكهربائي، ما هي الأجهزة وكيف يتم تركيبها. إذن جهاز قياس شدة التيار الكهربائي المستمر يسمى الأمبيرومتر. أمبيرومتر هو جهاز قياس شدة التيار الكهربائي. هناك نوعان أمامنا في الصورة، أمبيرومتر ذو الإبرة وأمبيرومتر رقمي. في الواقع هذا جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات أو جهاز متعدد القياس، لأنه يمكن أن يلعب دور أمبيرومتر كما أنه يمكن له أن يلعب دور أجهزة أخرى. إذن هناك جهاز مكان مخصص فيه، عندما نضع هذه الزلقة على مكان مخصص يمكن له أن يتصرف مثل أمبيرومتر رقمي. رقمي معناته أنه يعطيني القراءة مباشرة تظهر على شاشته. إذن سنركز أكثر على الأمبيرومتر ذو الإبرة وكيف سنستخدمه لقياس شدة التيار. إذن أول شيء وصف هذا الجهاز، مما يتكون، ما هي الأشياء الأساسية فيه. طبعا سنركز على الأساسي، على الأشياء التي سنشتغل بها. هناك في الأعلى ما يسمى الميناء، الميناء هو هذا الجزء العلوي، والميناء باللغة الفرنسية لو كادرون هو المكان الذي يتواجد فيه سلاليم القياسات، سلم القياس. لاحظوا هنا ثلاثة سلاليم من 0 حتى 10 أمبير أ، وبأسفله مباشرة من 0 حتى 5 ميلي أمبير. طبعا هذا هو الميناء، يضم عدة سلاليم ونختار نحن سلما واحدا لكي نقرأ عليه. هناك إبرة الجهاز هي هاته، ثم هناك المرابط. لاحظوا هناك ثلاثة مرابط، لكن عادة في الدار الكهربائية نستعمل مربطين، هذا أساسي يجب أن دائما أن يكون مرتبطا، اللي هو الكوم لوكوما، ويربط عادة بالقطب السالب، بالمكان الذي يؤدي إلى القطب السالب للمولد، في حين أن القطبين المتبقيين، لاحظوا هذا بجانبه MA معناته ميلي أمبير، معناته إذا كانت شدة التيار المراد قياسها من رتبة الأمبير فإننا نستخدم هذا المربط أو هذا القطب، في حين إذا كانت شدة التيار المراد قياسها هي من رتبة الأمبير فإننا نستخدم هذا المربط. إضافة إلى هذا، يعني معناته يا إما هذا القطب الأحمر ميلي أمبير مع الكوم، أو القطب الأحمر الثاني اللي هو 10 أ مع الكوم. هنا في الوسط يوجد زر ذو أهمية كبرى، هذا يسمى زر العيارات، والعيار يسمى باللغة الفرنسية لو كاليبر. والعيار هنا عندنا أكثر من عيار، 1 2 3 4 10 أمبير 550 5. العيار هو شدة التيار القصوية التي سيقيسها الجهاز عندما تستقر الإبرة على آخر تدريجة في السلم المستخدم. إذن عادة سنتعرف أكثر على هذا الزر عندما نمر إلى ضوابط القياس أو إلى مثال على قياس شدة التيار الكهربائي المستمر. رمز الأمبيرومتر الاصطلاحي في الدارات الكهربائية هو كالتالي، هو عبارة عن دائرة وبداخلها أو يتوسطها حرف أ كبير أمبيرومتر طبعا، وتملك قطبين مختلفين، كوم اللي هو لوكوما الذي يربط بالسالب، ثم هذا القطب اللي موجود بجانبه إشارة موجبة الذي يربط بالقطب الموجب. لا يعني أن هذا قطب مشحون موجبا، هذا لا ننسى أن هذا جهاز للقياس ليس مولدا فيه قطب موجب أو قطب سالب. الإشارة موجب تدل على أن، أو الصانع يؤكد لنا على أننا يجب أن نربط هذا القطب اللي بجانبه الإشارة موجبة مع القطب الموجب أو مع النقطة التي تؤدي إلى القطب الموجب للمولد. ضوابط قياس استخدام جهاز الأمبيرومتر ذو الإبرة هي كالتالي،
أول شيء يجب ضبط الجهاز على موضع أو مكان قياس شدات التيار الكهربائي المستمر. هناك زالقة أي زر يمكن أن يتحرك يمين ويسار، يجب أن يتم ضبطه بجانب الإشارة DC أو يساوي لكي يكون جاهزا لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر. طبعا هذين الرمزين هما لتيار الكهربائي المستمر. بعد ذلك نبدأ باختيار أكبر عيار ممكن، نبدأ دائما باختيار أكبر عيار ممكن لأننا لا نعلم شدة التيار التي ستمر في الدارة والتي نريد قياسها. إذا نختار أكبر عيار لتفادي إتلاف الجهاز، ثم نمر إلى تركيب الأمبيرومتر. والأمبيرومتر يركب دائما، وهذه معلومة يجب ضبطها ومعرفتها دائما، هي أن الأمبيرومتر جهاز يركب دائما على التوالي في المكان الذي نريد قياس شدة التيار فيه، مع احترام الربط أن الكوم يجب أن يخرج منه التيار والقطب الأحمر يجب أن يدخل منه التيار. ثم بعد ذلك نقوم بغلق الدارة، ولكي نبدأ في قراءة التدرجة التي تشير إليها الإبرة وجب علينا تغيير زر العيارات حتى نحصل على أفضل انحراف. ماذا نعني بأفضل انحراف؟ هي أن تكون الإبرة في الوسط فما فوق. إذا نبدأ بأكبر عيار ثم نغير العيار، فسنلاحظ بعد ذلك أن الإبرة ستتحرك إلى الوسط ثم تتجاوز الوسط. انحراف أفضل هي أن تكون الإبرة في الوسط فما فوق. أخيرا لتحديد شدة التيار، قيمة شدة التيار، نطبق هذه العلاقة التي يجب أن نعرفها وأن نحفظها، اللي هي E شدة التيار المستمر المقاس يساوي العيار الذي تم اختياره لوكاليبر، سي هو لوكاليبر، ضارب N اللي هو عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة بعدما تستقر طبعا، تقسيم N صفر هو عدد تدريجات السلم الذي تم اختياره للقياس. لكي نفهم أكثر هذه الضوابط التي كتبناها اللي هي تقريبا 4، سنمر إلى مثال أو إلى تطبيق. إذن أمامنا الآن صورة لجهاز أمبيرومتر. طبعا هذا الجهاز أول شيء نلاحظ عليه أن الزالقة هنا، هذا الزر يمكن أن يتحرك إلى اليمين ويمكن أن يتحرك إلى اليسار. هنا هو مضبوط على جهة اليسار أي بجانب علامة يساوي، أي أنه مضبوط لقياس شدة التيار المستمر. هذا نوع آخر من التيارات سندرسه في السنة المقبلة اللي هو تيار متغير. لو كان الجهاز مضبوط هنا طبعا سيقيس شدة التيارات المتغيرة. إذن هو موجود هنا لأننا سنستخدمه في قياس شدة التيار المستمر. زر العيارات لدينا في هذا المثال 3 عيارات، 0.1 أمبير، 0.3 أمبير، 1 أمبير. نختار أكبر عيار وبعد ذلك نغير العيار. هنا أخذنا 0.3 أمبير، حصلنا على انحراف أفضل لأن الإبرة تجاوزت المنتصف. ولقراءة شدة التيار لدينا طريقتين، يا إما أن نختار السلم موجود في الأعلى وهذا ما سنفعله، ثم نحدد سي، هنا السي كاليبر هو 0.3 أمبير، 0.3 أمبير، عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة لدينا 70، 71، 72، تقريبا 73، N يقال 73، N صفر هو عدد التدريجات الكلية للسلم الذي تم اختياره هو N صفر، إذن هنا يساوي 100. إذن لقياس شدة التيار على السلم من 0 إلى 100 نطبق العلاقة سي في N على N صفر، نعوض الكاليبر هو السي إذن 0.3 أمبير، N هي 73، ثم 100 N صفر هي 100. إذا أنجزنا الحساب سنحصل على 0.219 أمبير. إذن شدة التيار المقاسة في هذا المثال هو 0.219 أمبير. طيب ماذا لو استخدمنا السلم الموجود في الأسفل من 0 حتى 30 في هذه الحالة وفي نفس المثال؟ إذن العيار هو نفسه لن يتغير، 0.3 أمبير، لكن عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، هنا الإبرة تمر من التدرجة تقريبا أو بالضبط 22. إذن على السلم من 0 حتى 30 E يساوي العيار 0.3 ضارب عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة هو 22 تقسيم عدد تدريجات السلم ككل اللي هو 30. إذن كل الحساب إذا أنجز سنحصل على 0.22 أمبير. لاحظوا بأن القيمتان المحصل عليهما هما متقاربتان جدا بل متساويتان، E يساوي 0.219 أمبير
وهنا E يساوي 0.220 أمبير. إذن الاختلاف هو فقط جزء من الألف 219 و220. إذن يمكن لي أن أقول بأن هاتين القيمتين متساويتين. آخر فقرة هو كيف نقيس شدة التيار باستخدام الأمبيرومتر الرقمي، أي أن نستعمل المتريكس أو الجهاز متعدد القياس كأمبيرومتر. لاحظوا في هذا المثال لتجربة حقيقية، مولد، قاطع تيار، مصباح، أمبيرومتر مركب على التوالي. لاحظوا قاطع تيار على التوالي مع المصباح، وعلى التوالي مع الأمبيرومتر، ثم نعود لغلق الدارة عند المولد. لاحظوا ضوابط الربط، هنا العشرة A ركبت مع القطب الموجب، في حين أن الكوم مرتبط بالقطب السالب. إذن ضوابط التركيب احترمت. طبعا هنا الزالقة موضوعة في المكان الموجود فيه عيارات لقياس شدة التيار. ما يميز جهاز متعدد القياس عندما يستخدم كأمبيرومتر رقمي أننا لا نحتاج إلى علاقة، هو يعطينا مباشرة القيمة. لاحظوا معي القيمة هنا هي 0.29 أمبير، لا نحتاج إلى العلاقة كما هو الحال في حالة أمبيرومتر بالإبرة. يكفي أن نحترم الضوابط وأن نضع الزلقة على العيارات الخاصة بالأمبير بقياس شدة التيار، ويعطينا القيمة مباشرة. إذن إلى هنا، شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء معكم في حصة أو في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.